مشاهدينا، تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور نخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة، وذلك بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار جائحة كورونا. يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. هذا وأجرى موفد التلفزيون المصري لقاء مع الشيخ محمد السيد أبو هاشم خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة وإمام وخطيب مسجد السيدة زينب. نتابع. العمل على الشباب وتمكينهم وأيضا وضعهم في الأماكن المناسبة وأماكن صنع القرار هو جزء مهم جدا من توجهات الدولة. من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة اليوم في نهايته كان تخرج الشباب EPLP3، برنامج تأهيل وتدريب الشباب التنفيذيين، ولكن أيضا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته كان من المهم أيضا بجانب الاهتمام بالجانب الثقافي وأيضا الجانب التعليمي، والتعليم الديني جاء تحت مظلة تجديد الخطاب الديني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا بالطبع لا يتوقف ذلك عند الكلام فقط ولكن التطبيق على أرض الواقع عن طريق هذا البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة. لنتعرف عليه أكثر، معي الآن الشيخ محمد السيد وهو أحد خريجي برنامج تأهيل الدعاة الرئاسي. برحب بحضرتك معنا يا فندم. كلمنا يا فندم بقى عن النقاط التي يعني ربما يعني عملتم عليها خلال هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر حضرتك جزيل الشكر. أولاً، البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة هو برنامج تدريبي برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيستهدف مجموعة من شباب الدعاة المتميزين وصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والفكرية والمعرفية. الدورة التدريبية اللي تلقيناها كانت بتنحصر في شق شرعي وله محاور محددة. المحور الأول تفكيك أفكار الفكر المتطرف ومواجهته بالعلم والمعرفة. المحور الثاني بناء الإنسان والتركيز على الصفات التي تتمتع بها الشخصية المصرية من آلاف السنين اللي بتتجسد في العلم، التقدم، الحضارة المدنية، الدقة، العمق، الجمال، الرقي، الأخلاق، وكل معاني الخير اللي وجدناها في الشخصية المصرية وعلى مدار حضارتها الممتدة إلى قديم الزمان. المحور الثالث صناعة الحضارة، إن هو الشباب يكون مشارك مشاركة فعالة في صناعة الحضارة وبناء الجمهورية الجديدة اللي بنرى أثرها على الواقع بتشريف السيد الرئيس. أيضا بنرى أثرها من ضمن أثرها منتدى شباب العالم اللي بيجمع شباب من مختلف دول العالم، بنتعرف على حضاراتهم، على أفكارهم، على اختلافاتهم، على تصوراتهم، على مشكلاتهم، بنتناقش، بنتحاور، بنتعاون، بنتكامل. ده كله بيعبر عن قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كان الشق الثاني من البرنامج التدريبي كان بيمثل علوم الإدارة، مهارات التواصل، الاي كونتاكت، البادي لانجويج، العلوم الواقعيه، دي كل الحاجات دي بتساعدنا في توظيف الدعوه الاسلاميه وتوصيلها الى اكبر عدد من الشباب او غيرهم، ونشر الفكر الاسلامي الوسط المستنير واللي بيدل او بيعبر عن دعوه السيد الرئيس لتجديد الخطاب الديني والتي شهدناها في. طيب شيخ محمد، كمان يمكن وجودكم في المنتدى اكيد زي ما حضرتك قلت في ثقافات مختلفه، في وفود اجنبيه موجوده، ازاي شايف ده بالتعامل بالجانب الديني والتسامح الديني وايضا قبول الاخر وتقبل الاخر بشكل عام؟ اولا، هو الاسلام امرنا بقبول الاخر المختلف فكريا او دينيا او ثقافيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فربنا سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، سواء في الدين، سواء في الفكر، سواء في العرف، سواء في العادات، سواء في التقاليد، سواء في الأشكال، سواء في الألوان. فالاختلاف سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى أرادها في هذا الكون. أنا كمسلم مطلوب مني أن أنا أستوعب الناس كلها وأتعامل مع الناس كلها، فلهم مني السلام ولهم مني التسامح ولهم مني القبول ولهم مني التعايش ولهم مني الاعتراف بحقوقهم الدينية والمدنية والمعنوية وكل حقوقهم اللي ربنا سبحانه وتعالى
كفلها لهم بنص القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى منعنا من إكراه الناس على قبول رأي معين أو إجبارهم على معتقد معين وهكذا. بالفعل ربما يا شيخ محمد هذا بالتأكيد هو التسامح الكامل، ولكن أيضا نؤكد إضافة للشيخ محمد أن جميع الأديان دائما ما تدعو للتسامح، التسامح والإنسانية، لذلك هي السمة الرئيسية مهما اختلفنا، إلا أن الإنسانية هي ما تجمعنا جميعا. لذلك منتدى شباب العالم يجمع الوفود، يجمع الشباب، يجمع الأفكار، يجمع الثقافات.